سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا كتاب العهود المحمدية لسيد المواهب الشعراني عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب الذي دون فيه الإمام الشعراني سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنن الهادية التي تأخذ بأيدينا إلى السير على خطى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا وقفنا عند قوله: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم عند القدرة. إحنا كنا وصلنا لكتاب الصيام، والإمام الشعراني عليه رحمة الله يسرد الأحاديث التي تحث على صيام النوافل، والحث على صيام النوافل ورد في أحاديث كثيرة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أحاديث متنوعة وكثيرة، بعضها يحث على صيام الثلاثة أيام البيض كما رأينا، بعضها يحث على صيام يوم ويوم، بعضها يحث على صيام الاثنين والخميس، بعضها يحث على الصيام في الأشهر الحرم بصفة عامة، إلى آخر ما هنالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام حتى يقال، أو كان يصوم حتى يقال لا يفطر أبدا، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم أبدا صلى الله عليه وسلم. قال: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم عند القدرة ما أمرنا بصومه من صوم الأشهر الحرم لا سيما المحرم، وصوم يوم وإفطار يوم. الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب اللي يسموه رجب الفرد، لأنه لوحده، لأنه ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورا بعض. طيب، فالقصد هنا إيه؟ إن الأشهر الحرم أشهر معظمة، كان العرب في الجاهلية يعظمونها، وجاء الإسلام بإقرار هذا التعظيم، لأن العرب الجاهلية يغلب أنهم أخذوا ذلك عن ديانة إبراهيم عليه السلام، فالإسلام جاء لتعظيم أيضا هذه الأشهر الحرم. من تعظيم الإسلام الأشهر الحرم أنه جعل فيها الحج، من تعظيم الإسلام الأشهر الحرم أنه الإسلام حث على تعظيمها بعدم القتال فيها كما كان عليه الأمر في الجاهلية تماما. من تعظيم الأشهر الحرم أنه هذه الأشهر بيحث النبي صلى الله عليه وسلم على تعظيمها بالصيام. قال: لا سيما المحرم، لا سيما شهر الله المحرم، وصوم يوم وإفطار يوم، والإكثار من الصوم في شعبان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، وقيل إنه لم يرى في شهر أكثر منه صوما في شعبان، يعني كان النبي يصوم معظم شهر شعبان صلى الله عليه وسلم استعدادا لشهر رمضان. قال: وكذلك صوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد على التوالي. يعني ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما إيه يصوم هذه الأيام وراء بعض كده، من الأربعاء للإيه، من الأربعاء للحد على التوالي. ليه من الأربعاء للحد على التوالي؟ لأنه يكره أن يفرد الجمعة بصيام، ويكره أن يفرد السبت بصيام، ويكره أن يفرد الأحد بصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصوم الأربعاء ثم يصوم الخميس،
ثم يصوم الجمعة، وحتى لا يفرده بصيام يصوم السبت، وحتى لا يعني إيه وحتى يكمل فيصوم الأحد. ومسألة صيام النوافل لإخواننا مسألة واسعة، مسألة واسعة، بمعنى إنه لا يشترط أن يلتزم المسلم الأيام التي ورد أن يصوم، التي ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصومها. يعني إحنا مثلا عرفنا النبي يصوم 3 أيام من كل شهر، أو مثلا واثنين وخميس وكذا، فهل المسلم ما يصومش غير كده؟ لا، ممكن المسلم أنه هو ينوي أي يوم غير الأيام المحرمة، غير الأيام التي حرم الله سبحانه وتعالى فيها الصيام بنية الصيام. يعني أنت ممكن تصحى أي يوم وتنوي الصيام، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا ديدنه، كان هذا ديدنه، كان يصحو من النوم يسأل عن الطعام، في طعام يأكل، مفيش طعام ينوي الصيام صلى الله عليه وسلم. فالصيام بصفة عامة مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. لكن هذه الأيام صومها، الأيام التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها فضيلة، فضيلة موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بصفة عامة يمكن للمسلم أن يصوم أو أن ينوي صيام أي يوم من أيام الأسبوع عدا الأيام التي ورد الشرع بتحريم الصيام فيها، وغير ذلك ما ورد امتثالا للأمر واغتناما للأجر. ولا نترك شيئا من ذلك إلا لعذر شرعي كما أشرنا إليه بقولنا عند القدرة. يبقى طالما الواحد بيقدر يصوم ومش هيموت ولا حاجة ولا هيحصل له حاجة ولا حياته هتتعطل ولا قدرته البدنية هتضعف عن القيام بواجباته، فنقول له يا أخينا اغتنم الصيام، خاصة في الشتاء. الصيام في الشتاء أيسر منه في الصيف، ولذلك قالوا: الشتاء ربيع المؤمن يصوم نهاره ويقوم ليله. فالصيام بالنهار سهل، وبالليل الواحد ينام براحته ويصحى ولسه الليل موجود، يعني إيه بالليل طويل، فممكن الواحد بسهولة يقيم الليل. وفائدة الأمر بالعبادات لمن لم يقسم له الاستغفار إذا لم يفعل، فيجبر ذلك الخلل الواقع، وفيه إظهار أنه لم يترك ذلك إلا لعدم القسمة لا تهاونا بالأوامر الشرعية. إحنا زي ما قلنا لحضراتكم إنه الأمر بالنوافل الغرض منه أنها بمثابة استغفار، استغفار وجبر، وجبر لماذا؟ وجبر عما وقع في الأصل. يعني أنا الآن صليت سهوت في الصلاة، ففي صلاة السنة تجبر هذا. صمت رمضان قصرت في صيام رمضان، ففي صيام النوافل يجبر هذا. فإذا العبادات هذه فائدتها، العبادات النوافل والسنن هذه فائدتها أنها تجبر، أو هي بمثابة الاستغفار عما وقع في الأصل من خلل. وفي المثل السائر: وقع من فلان كذا وكذا وما هي عادته، إنما وقع ذلك منه لفرط الحرص، ولكن لذلك تفاوتت مراتب الناس، فإن العمل الصالح إنما شرع وسمي صالحا لحضور صاحبه فيه مع الله تعالى، فأكثر الناس فعل المأمورات أكثرهم مجالسة للحق في الدنيا والآخرة. ومن من الله تعالى عليه بدوام الحضور في بعض العبادات ليلا ونهارا جلوسه مع الحق تعالى كذلك دائم، ولكن يفوته تنوعات الواردات من الحق، إذ التنوع أكثر نعيما من التنعم بالشيء الواحد، إذ التنوع أكثر نعيما من التنعم بالشيء الواحد عادة، فربما سئمت منه نفسه فلا يصير بعده نعيما لعدم اللذة فيه. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إنه العمل الصالح الحقيقي هو الذي يحضر فيه القلب مع الله سبحانه وتعالى. طبعا النسخة التي نقرأ منها لإمام الشعراني نسخة يعني فيها عبارات مشكلة الحقيقة علي أنا،
وفيها عبارات تحتاج إلى يعني إعادة تركيب، فأنا أعتقد إنه النسخة التي نقرأ منها فيها يعني خلل من المخطوطة أو شيء من هذا القبيل، فلذلك إحنا نحاول نفك العبارة على قدر ما نستطيع. الذي يفهم من هذا الكلام إن العمل الصالح إنما شرع وسمي صالحا لحضور صاحبه فيه مع الله، يعني يصلح العمل بقدر الحضور ويفسد العمل بقدر الغيبة والغفلة. يعني أنا الآن صائم نصف نهاري حاضر مع الله مراقب لله، والنصف الآخر غافل، ألهو لأنني صائم رمضان، فعملي الصالح هو ما حضرت فيه مع الله سبحانه وتعالى. طب النصف الذي كنت فيه غافلا هذا يحتاج إلى جبر، فحتى تكون العبادة معدودة من العبادات أو من الأعمال الصالحة ينبغي فيها الحضور، حضور القلب مع الله سبحانه وتعالى، سواء كان صلاة أو صيام أو قراءة قرآن أو زكاة أو نحو ذلك. لازم إخواننا نفتش عن قلوبنا، لابد أن نبحث عن قلوبنا، مش الواحد يبقى جوارحه بتتصرف وقلبه في حتة تانية. إذن الأعمال تكون صالحة بقدر حضور القلب فيها مع الله سبحانه وتعالى، وأكثر الناس حضورا مع الله هم أكثرهم مجالسة لله في الدنيا، ومن كان كذلك في الدنيا فهو من أكثر الناس مجالسة لله يوم القيامة. مجالسة الله سبحانه وتعالى لا تعني الجلوس المعهود، الجلوس الدنيوي، وإنما تعني الحضور مع الله، نيل بركات الله، نيل الرضا من الله سبحانه وتعالى، ونحو ذلك مما يحصله العبد بالأنس بالله سبحانه وتعالى ومحبته ورضاه. قال: ومن من الله تعالى عليه بدوام الحضور في بعض العبادات ليلا ونهارا فجلوسه مع الحق تعالى كذلك دائم. يعني إذا ربنا من عليك وكنت حاضر القلب في كل ما تفعل ليلا ونهارا، واللي احنا بنعمله ليلا ونهارا يمكن أن يدخل جميعه في العبادات حتى ولو كانت أعمال دنيوية. أنا في شغلي، الست وهي في مطبخها أو بتروق في بيتها، يمكنها أن تكون حاضرة مع الله سبحانه وتعالى وهي تفعل ذلك إذا نوت بما تفعل وجه الله سبحانه وتعالى وإرضاء زوجها، لكن يفوته تنوعات الواردات من الحق. طيب، هو الشيخ هنا يريد أن يقول ماذا؟ إن المسلم حتى وإن كان دائم الحضور مع الله سبحانه وتعالى بعبادة معينة، فإن الأفضل لهذا المسلم أن يحضر مع الله دائما، نعم، لكن مع تنوع في العبادات. فها هنا حاضر مع الله في قراءة قرآن، ها هنا حاضر مع الله في صيام، ها هنا حاضر مع الله في صلاة ركعتين، ها هنا حاضر مع الله في تفقد أرملة أو مسكين، ها هنا حاضر مع الله في إرضاء زوج أو إرضاء أو تربية ولد، إلى آخر ما هنالك. ليه؟ لأن كل فعل من المأمورات له وارد. له إيه؟ وارد. يعني إيه وارد؟ يعني كل فعل من الأفعال التي يفعلها المسلم تفتح في قلبه بابا إلى الحق سبحانه وتعالى. وأفضل ما يفتح القلب على الحق سبحانه وتعالى الأوراد، إن يبقى لك ورد. عشان كده قالوا: من لا ورد له لا وارد له. يعني إيه لا وارد له؟ يعني ربنا يفتح لك في قلبك باب إلى الحق، مع يعني انفتاح أبواب الحق في قلبك الله عز وجل يعلمك الحق من الباطل، فتميز بين الأمور حقها وباطلها، أو حقها وحق حقها، وباطلها وأبطلها، وما يصلح وما لا يصلح، فترزق الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وتكون ممن قال الله عز وجل فيهم: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فيرزقك الله سبحانه وتعالى
فرقانا تفرق به بين الحق والباطل. بماذا؟ بتنوع العبادات لكثرة الواردات على القلب. وإحنا في العموم المسلم في كل ما يتعلم، في كل ما يتعلم سواء كان ما عنده أتاه من عند الله بإلهام، أو ما عنده أتاه بتعلم كسبي، كله يحصل بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو المعلم الأول. فلذلك إحنا لما بنلجأ إلى الله بالعبادات المتنوعة، الله سبحانه وتعالى يفتح في قلوبنا الأبواب لمعرفته والأنس به وطاعته والفهم عنه سبحانه وتعالى. فإذا الشيخ هنا بيقول إن تنويع العبادات مهم حتى تتنوع الواردات، وتنوع الواردات يشبه في الدنيا تنوع النعيم. يعني أنت لما يكون عندك مائدة عليها صنف واحد عمال تأكل منه كل يوم كل يوم كل يوم، ربما تمل منه. لكن لما يكون عندك أكثر من صنف على المائدة، تأخذ من ده شوية ومن ده شوية، بيكون أكثر في التنعم الجسدي. كذلك التنويع في العبادات، التنويع في العبادات ينوع الواردات، فيصير العبد يتذوق أمور لا يذوقها إلا مع كل عبادة. وطبعا هنا في فائدة مهمة جدا، وهي يعني إنك لا تحرم نفسك من عبادة. عشان كده قلنا لحضراتكم كل عهد بناخده حاولوا تطبقوه ولو مرة واحدة فقط. ليه؟ لأن كل عبادة لها وارد، كل عبادة لها طعم، لها ذوق خاص. فلذلك كل العبادات اللي احنا بنحن حولها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا. عشان كده قلبه صلى الله عليه وسلم ليس كقلوب بقية الخلق. يليه في الشرف والمرتبة وتنوع العبادات وتنوع الواردات الصحابة الكرام رضي الله عنهم، يليهم في الفضل كبار التابعين وكبار الأولياء من هذه الأمة المرحومة. فحضراتكم حتى تذوقوا أنواع معينة من الحلاوة ومن الطعام ومن يعني الواردات الإلهية، نوعوا طاعاتكم حتى تذوقوا ألوانا مختلفة من اللذة والنعيم الدنيوي. قال: وسمعت سيدي علي الخواص رضي الله عنه يقول: لكل مأمور شرعي من فرض أو مندوب مجالسة مع الله تعالى. يعني إيه مجالسة مع الله؟ يعني ذوق خاص أو تعرف خاص على الله تعالى. الواحد فينا لما ربنا بيرزقه ببعض النعم ويقول الحمد لله، فبقى كده تعرف على اسم من أسماء الله، وهو اسم الله الحميد المنعم المعطي. طيب لما ربنا سبحانه يضيقها عليه يبقى تعرف وذاق اسم من أسماء الله المانع. طيب لما تعصي وربنا لا يعاجلك بالعقوبة، إنك تستحق العقوبة، فتتعرف على اسم الله الصبور والحليم وهكذا. فإنت مع كل عبادة بتتعرف، تزداد معرفة بدقائق أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولكل منهي عنه من حرام أو مكروه حجاب عن الله تعالى. لذلك الأولياء الصالحين يعاملون المكروه معاملة الحرام، ويعاملون الواجب معاملة المسنون، يعني بيبزموا أنفسهم بفعل الفرائض والسنن، ويلزمون أنفسهم بالبعد عن الحرام والمكروه على حد سواء. طالما النبي نهى يبقى فيهوش خير. طبعا من حيث الحكم الفقهي هذا لا يسقط الحكم الفقهي، يعني الحكم الفقهي إن السنة يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها، المكروه لا يعاقب فاعله. لكن في درجة أعلى من هذا أراد الأولياء والصالحون الوصول إليها، فألزموا أنفسهم بأمور يعني لم تلزمهم بها الشريعة المطهرة. لماذا؟ لأنهم علموا أن فيها فوائد،
وهم أهل الهمم العالية الذين أرادوا تحصيل هذه الفوائد. قال: ولكل منهي عنه من حرام أو مكروه حجاب عن الله تعالى، ومن شهد كشفا أن المشرع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي كان على وزان ذلك، فيكون حجابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضوره معه على حسب فعل أوامره واجتناب نواهيه. يعني حضرتك لو عرفت كشفا كما عرفت عقلا، احنا كلنا عرفنا عقلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، المشرع يعني هو الذي أوحى الله إليه بالتشريع، فحضرتك الآن إذا عرفت ذلك كما عرفته عقلا من خلال الدروس والعلوم الظاهر، إذا عرفت كشفا ورأيت وامتلأ قلبك ورأيت فعلا بقلبك أو بعينك أن المشرع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيحصل لك حجاب عن هذا المشرع بقدر فعلك للمنهي عنه، سواء كانت حراما أو مكروها. زي بالضبط كده لما يكون في زوج وزوجة بيحبوا بعض قوي، فيبقى كل واحد منهم حريص على إنه ما يعملش أدنى حاجة تزعل الطرف التاني، حتى وإن كانت عند بقية الناس عادية، حتى وإن كانت عند كل الناس ما بتتعملش كده، لكن طالما أنا عرفت إن الطرف التاني بيتضايق من كده فأنا حريص على هذا، حتى وإن كان يعني إيه دوت الأمر مش يعني إيه لا هو واجب ولا حرام ولا كذا، لكن ده من باب الإيه، من باب المحبة. فالمحبة تعطي هذا، المحبة لها أحكامها. فمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتلئ قلبه بمحبته صلى الله عليه وسلم ينتهي عن كل ما نهى عنه رسول الله محبة محبة. عشان كده حضراتكم لما تسمعوا مقولة سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه الذي يقول: ما لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. يعني هذا الرجل رسول الله بين عينيه في كل لحظة، في كل لحظة. تعرفوا علو المقام الذي وصل إليه سيدنا أبو الحسن رضي الله عنه. فإذا فعل الحرام والمكروه حجاب، حجاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضوره معه على حسب فعل أوامره واجتناب نواهيه. الناس اللي تقول لك أنا نفسي أشوف النبي في المنام، أو نفسي يعني كده يبقى في صلة قلبية بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، تبص تلاقي الحل جاي لك أهو، يقول لك: يا أخي إلزم أوامره واجتنب نواهيه تكن على قدمه ومن أتباعه ومن أحبابه ومن خلص أتباعه صلى الله عليه وسلم. وكذلك القول فيما سنه الأئمة ومقلدوهم فيما يوافق الشريعة، تكون مجالسة العامل بذلك الأئمة مقلديهم بقدر ما فعل من سائر مأموراتهم. إحنا طبعا مقامنا نازل عن رسول الله وعن الصحابة، فإحنا هنمسك في ديل مين؟ هنمسك في ديل مثلا سيدنا الإمام الشافعي، سيدنا الإمام الحسين مثلا، ستنا السيدة زينب، نمسك في الأئمة الكبار دولة أهل التقوى والحلم، وسيدنا أبو حامد الغزالي، الناس اللي ربنا أجرى على ألسنتهم الحق دول. فأنت بقدر تعظيمك لهؤلاء الأئمة وبقدر يعني موافقتك لهم، بقدر ما تنال بركاتهم رضي الله عنهم، لا سيما في الأمور التي أجمعت الأمة على موافقتها للشريعة. فسيدنا الإمام أبو حنيفة، سيدنا الإمام الشافعي، سيدنا الإمام أحمد، سيدنا الإمام مالك، كلهم فيما قالوه موافقون لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يشرب من بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى لما يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فإمام الكل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وخلف رسول الله الأئمة الكبار أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، ثم يأتي الناس خلف هؤلاء أو خلف هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم، والكل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيضا العلماء اللي علمونا ووصلوا لنا الدين زي سيدنا الإمام الشعراني اللي احنا الآن بنستبارك بكتابه وبنقرأ كتابه، والذي عن طريقه عرفنا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن طريقه حكى لنا بعض تجارب الصالحين وحكاياتهم ونقل لنا بعض من أحواله، هذا الرجل وهو يستحق أن ندعو له ويستحق أن نمتن لما فعله معنا، وبهذا تحضر قلوبنا مع قلبه رضي الله عنه، وبقدر محبتنا في المشايخ الذين نقرأ لهم أو نتعلم على أيديهم بقدر ما يحضرون معنا. يعني أنت ممكن حضرتك تتحير في مسألة من المسائل، وبعدين شيخك توصلي جاي لك في المنام مثلا ويقول لك افعل فيها كذا، من غير ما تيجي تسأله في الدرس ومن غير ما تيجي تقرأ له الكتاب من غير أي حاجة خالص، بقدر حضورك مع من أحببت من أهل العلم بقدر ما يحضرون معك ويجيبون عن أسئلتك واستفساراتك. وقد حدث ذلك مع عدد من الأئمة الكبار الكثيرين رضي الله عنهم. طيب، بقدر ما فعل من سائر مأموراتهم واجتنب من منهياتهم وحجابه عنهم، بقدر ما وقع في مخالفاتهم انتهى وهو كلام النفيس. يعني زي ما في وصال وحجاب مع رسول الله، كذلك هناك وصال وحجاب عن الأئمة الكبار الذين هم على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام مين؟ ده كلام سيدي علي الخواص رضي الله عنه. هذا الرجل الأمي الذي علمه الله سبحانه وتعالى من لدنه علما، قال فاعلم ذلك والله يتولى هداك، وهو يتولى الصالحين. قال وروى الطبراني وغيره مرفوعا صوموا الأشهر الحرماء. هو النبي صلى الله عليه وسلم يحث على صيام الأشهر الحرم، فحضرتك يمكنك أن تصوم بعض الأشهر الحرم، أكثر الأشهر الحرم، ما استطعت من الأشهر الحرم هتصوم الأشهر الحرم كلهم يبقى فيها ونعمة، لا بأس، أنت وهمتك. وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي أبو ماجة مرفوعا واللفظ المسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. يبقى هنا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على صيام شهر الله المحرم. وفي حديث للطبراني مرفوعا ومن صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما. قال الحافظ المنذري هو حديث غريب وإسناده لا بأس به، فجملة الشهر إن كانت كاملا 900 يوم. طيب، يبقى هذا حديث رواه الطبراني وهو حديث غريب، يعني تفرد به راو واحد. يقول غريب ما روى راو فقط كما يقول صاحب البيقونية في علم المصطلح، لكن رغم أنه تفرد به راو واحد أو رواه أو يروى عن راو واحد لكن إسناده لا بأس به. فإذا كان هذا الحديث صحيحا فبكل يوم 30 تضرب 30 في 30 ب900، والله ضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وروى الشيخان وغيرهما أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى العدو. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبرنا عن فضائل سيدنا داود، إن سيدنا من فضائله أنه كان كثير الصيام يصوم يوما ويفطر يوما، ومن فضائله أنه كان شجاعا لا يفر إذا لاقى العدو. طب إيه العلاقة؟ هي علاقة كثرة الصيام بعدم الفرار من العدو. الفرار من العدو لا يتأتى إلا إذا امتلأ القلب بالخوف من غير الله تعالى، والإنسان الصائم يمتلئ قلبه مع الوقت بمراقبة الله حتى يكون الله عز وجل حاضرا معه، فلا يخاف إلا من الله عز وجل ولا يرجو إلا الله تعالى. وبالتالي هناك رابطة قوية بين كثرة الصيام والشجاعة، كثرة الصيام والمراقبة، كثرة الصيام
والحضور مع الله سبحانه وتعالى. وزاد في رواية وهو أعدل الصيام، يعني أفضل الصيام، أعدل الصيام يعني أفضله، إن الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما إذا استطاع. وفي رواية المسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داوود. وروى النسائي عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. سيدنا أسامة بن زيد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا أراك تصوم كثيرا في شعبان، ده أكثر شهر شفتك بتصوم فيه يا رسول الله. قال: ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان. رجب من الأشهر الحرم فالناس بتصومه، ورمضان الفريضة فالناس بتصومه، رجب في النص الناس يغفرون عنه، فلذلك كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة في وقت غفلة الناس إخوانا بتكون أفضل. لما تلاقي كده الناس في غفلة، ليلة رأس السنة، ليلة الأعياد، لما تدخل سوق، لما يبقى الناس غالب الناس قدام المسلسل اللي شد البلد كلها أو الماتش، وحضرتك قاعد بتذكر الله أو بتصلي ركعتين وبتفعل خلاف ما يفعله سائر الخلق، العبادة يكون ثوابها في هذه الأوقات مضاعفا، يكون ثواب العبادة عند غفلة الناس مضاعفا. فشهر رمضان شهر يغفر الناس عنه، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيامه حتى يتضاعف الثواب وحتى يستعد المسلم لرمضان. ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شهر شعبان فيه له فضائل كثيرة جدا، من فضائله أنه شهر بترفع فيه الأعمال أو بتبدأ فيه أعمال السنة، يعني حساب الختامي للسنة إذا صح التعبير بيكون في شهر إيه؟ في شهر شعبان. فالواحد زي ما في حساب ختامي للأسبوع بيبقى يوم الاثنين ويوم الخميس، في حساب ختامي للسنة بيكون في شهر شعبان، فالواحد يختمها بمسك، فيختمها بإيه؟ بصيام، فيرفع عمله وهو صائم. وفي حديث أحمد الطبراني: وكان أحب الصيام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان. وروى الشيخان وغيرهم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني إيه؟ يسجد الصيام فردا، كل يوم صايم 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 صايم، لحد ما زوجاته رضي الله عنهن ييأسن منه، وبعدين تيجي عليه أيام صلى الله عليه وسلم يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يفطر 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 حتى تظن زوجاته رضي الله عنه أنه لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان. دي فايدة مهمة بقى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مهما صام 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 حتى يقال لا يفطر، لكن هذا الصيام لا يبلغ درجة إنه يصوم الشهر كامل، لا، كان ممكن يصوم 20 يوم من الشهر، 15 يوم من الشهر ورا بعض، لكن إيه؟ ما يقفلش الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يصوم شهر كامل إلا شهر إيه؟ إلا شهر رمضان، يليه في الكثرة شعبان. يبقى النبي كان بيقفل صلى الله عليه وسلم شهر رمضان صيام، يليه بعد ذلك شهر شعبان في الكثرة. يعني إذا قلنا بيصوم شهر رمضان كله 30 يوم، فشعبان هنقول كان بيصوم منه مثلا على الأقل 20 يوم. وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. زاد في رواية لأبي داود وغيره: كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. إذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني إلا 5 أيام، إلا 10 أيام، وهكذا. بل كان يصومه كله، يعني من كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه كان يصومه كله. وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. ده برضو ضابط مهم جدا. بعض حضراتكم لما يسمع هذا الكلام ممكن يكلف نفسه أكثر مما يطيق، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن المنبت المتشدد لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني لا هيعمل العمل ولا هيبقي على قوته اللي بتخليه يعمل القليل، لا هيعمل العمل الكثير
ولا هيبقي على العمل القليل الذي كان يفعله. زي واحد ما يكون راكب فرس عمال يتك عليه عشان يسرع، فالفرس يا عيني ايه مات منه في الطريق، فلا هو وصل بطيء ولا وصل سريع. فاحنا مش مطلوب مننا ان نكلف انفسنا فوق ما نطيق. حضرتك خلي عندك كده ميزان، ميزان تزن به اعمالك، تزن به نفسك، راقب نفسك. كل واحد فينا اعلم بنفسه، وكل واحد فينا عليه ان يكون حريص، حريص انه يتقرب الى الله سبحانه وتعالى. ومحدش فينا بيراقب حد، ما احنا مش هنمضي مثلا حضور وغياب على الصيام، مش وظيفه هي. انت الامر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لقيت نفسك قادر تصوم، يلا توكل على الله، ما تستناش حد، ما تعملش زي حد. لقيت نفسك مش قادر تصوم، خلاص عود نفسك شويه بشويه شويه بشويه لحد ما تصل لمرحله ايه، انك تستطيع ان تصوم كثيرا. خذوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. وروى ابو يعلى وغيره مرفوعا: من صام الاربعاء والخميس كتب له براءة من النار. هناك حث من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو على صيام ماذا؟ على صيام يوم الأربعاء ويوم الخميس. وروى الطبراني مرفوعا: من صام الأربعاء والخميس والجمعة بنى الله له بيتا في الجنة يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره. يعني بيت يعني شفاف ونظيف وجميل وفخم لدرجة أنه يعني إيه يرى ظاهره من باطنه، وأنت بره تشوف كل حاجة جوه، وأنت جوه تشوف كل حاجة بره. فيرى ظاهره من باطنه من كثرة إيه نصاعته وبياضه وحلاوته وفخامته كده يعني. فمن صام الأربعاء والخميس والجمعة بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية للطبراني والبيهقي: بنى الله له قصرا في الجنة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وكتب له براءة من النار. وفي رواية لهما أيضا: من صام الأربعاء والخميس ويوم الجمعة ثم تصدق يوم الجمعة. يبقى سيدنا النبي هنا بيدينا برنامج، أهو برنامج عملي. الناس اللي عايزة كل حاجة تبقى إيه في التشيك ليست، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيديك برنامج عملي أهو: هصوم الأربعاء والخميس والجمعة، ويوم الجمعة أتصدق بصدقة. من صام الأربعاء والخميس ويوم الجمعة ثم تصدق يوم الجمعة بما قل أو كثر غفر له كل ذنب عمله حتى يصير كيوم ولدته أمه من الخطايا. احنا ممكن في هذه المجموعة المباركة يعني ايه ننوي ان احنا نعمل ده الأسبوع القادم إن شاء الله. احنا بكرة الأربع ننوي كده سيوم أربع خميس جمعة، ثلاث أيام القادمين، ويوم الجمعة نتصدق. يوم الجمعة إن شاء الله نتصدق بالقليل أو بالكثير، يعني إيه زي ما إيه يطلع منك 10 جنيه، 100 جنيه، 1000 جنيه، 1000000 جنيه، أنت ونصيبك. يبقى إيه: من صام الأربعاء والخميس ويوم الجمعة ثم تصدق يوم الجمعة بما قل أو كثر غفر له كل ذنب عمله حتى يصير كيوم ولدته أمه من الخطايا. وروى ابن خزيمة في صحيحه وغيره عن أم سلمة قالت: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد. كان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. تخيلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل حاجات عشان ما يعملش زي الكفار، وأبناء المسلمين الآن صدق فيهم قول النبي: ما دخلوا جحر ضب إلا دخلتموه وراءهم. يحتفلوا بالهالوين، إحنا نحتفل بالهالوين. يحتفلوا برأس السنة، إحنا نحتفل برأس السنة. يعملوا الفالنتين دي، إحنا كمان نعمل الفالنتين دي، وهكذا وهكذا. فكل حاجة إحنا إيه زيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخالفهم، كان يحب أن يخالفهم صلى الله عليه وسلم. فهم بيحتفلوا بهذه الأيام، السبت والحد دي أيام الأجازات عندهم. إحنا نعمل إيه بقى؟ إحنا نصوم. لأنه لو تلاحظوا إنه أيام العيد عندنا ما فيهاش صيام، يحرم فيها الصيام، لأنها أيام احتفالات أكل وشرب وتزاور وكذا، فما فيهاش صيام، يحرم الصيام في أيام الأعياد.
فلأنها ليست أعيادنا فنحن نصوم فيها، إنهما يوم عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفهم والله تعالى أعلم. يبقى خلاصة المسألة أن نكثر من صيام النوافل ما استطعنا، لا سيما الأيام التي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصومها، زي الأيام التي وردت معنا في هذا العهد. والحمد لله رب العالمين. حد حضراتكم عنده سؤال يتفضل. بالنسبة لحضرتك في أول الدرس كان لغاية الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الأربع إلى الأحد، كنت عايزة أفهم بس الجزئية دي. الأحاديث قدامنا هي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم الأربع والخميس والجمعة، وحث على ذلك وقال إن صيامهم من صام هذه الأيام كتب الله له براءة من النار أو بنى له قصرا في الجنة، وكان يكثر من صيام السبت والأحد لأنها أيام عيد المشركين. فإذا جينا نطبق السنتين دول هتبص ليهم لحموا معاك، أربع خميس جمعة سبت حد، أربع وخميس وجمعة لوحدهم لهم فضل، والسبت والحد لمخالفة المشركين. يعني أنا عايزة أفهم من حضرتك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصوم السبت والحد لوحدهم ولا أربع خميس جمعة سبت حد؟ ممكن الواحد فينا يصوم السبت والحد لوحدهم، وممكن يصومهم مع الأربع والخميس والجمعة، ده ماشي وده ماشي. طب يا شيخ أنا بس عايزة أستفسر حضرتك، بس هو كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيصوم الاثنين والخميس على طول، وكان ساعات يصوم الأيام دي؟ ما هو السيدة عائشة قالت إنه كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، يعني تيجي عليه أيام وشهور يواظب على صيام الاثنين والخميس والثلاث أيام البيض، وتيجي عليه أيام وشهور يبقى الأربع والخميس والجمعة مع بعض، وممكن يجيب معهم السبت والحد. يعني النبي ما كانش ماشي على جدول منتظم إنه كل اثنين وخميس كل اثنين وخميس، وإلا يعني الناس يظنوا إنه فرض وهو كان سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه صيام هذه الأيام على وجه الخصوص، وإحنا قلنا إنه الصيام في أي يوم من أيام السنة يثاب عليه فاعله، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريف. فيبقى ده إيه؟ إذن عامه بالصيام في أي يوم. طيب في أيام معينة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث عليها بخصوصها، اللي هي الأيام اللي احنا اتكلمنا عنها دي، بقى 2 وخميس 3 يوم البيض 4 خميس جمعة سبت حد، صيام يوم وإفطار يوم إلى آخره. النبي نفذ صلى الله عليه وسلم كل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم نفذ كل هذا على فترات مختلفة في حياته صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يمكنه أيضا أن ينفذ هذا على فترات مختلفة في حياته. يعني أنا ممكن مثلا أبدأ مع نفسي بصيام الثلاث أيام البيض، أفضل على كده شهرين ثلاثة، وبعد كده شهر بعد شهرين ثلاثة كمان أروح ضايف عليهم الاثنين والخميس، يبقى أنا بقيت أصوم اثنين وخميس والثلاث أيام البيض، وبعدين أروح مبطل كل ده بعد ثلاثة أربع شهور كمان وأصوم يوم وأفطر يوم، وهكذا. يعني الواحد ينوع كده في العبادات كما قلنا. حضرتك ذكرت ان لكل عباده وارد، وحتى لو عمل عادي مثلا عمل في البيت تربيه ابناء او كده، هو الواحد بصراحه يعني حتى في العبادات حتى في الصلاه يعني مش بيستحضر كده، حتى الواحد بيعملها بغفله شويه، ان هو بس وراه حاجه وعايز يعملها وعايزها تخلص، حتى لو حاجه حتى يعني واضح ناس لله مثلا صلاه او كده، فمش عارفة ازاي نقرب من الموضوع ده. الموضوع محتاج بس الواحد يقف مع نفسه وقفة قبل كل عبادة، يعني ثانية واحدة بس استحضرني أنا أفعل ذلك لله. وإذا كان القلب دائما الحضور مع الله مش هيحتاج للثانية دي. إذا كان الواحد كثير الذكر لله فهو لا يغيب الله عز وجل عنه حتى تستحضره. فإحنا مبدئيا نعمل إيه؟ مبدئيا نبدأ قبل كل عمل كده نقف ولو ثانية واحدة، زي كده بالظبط وانا واقف في الصلاة بنوي، نويت صلاة الظهر فثانية، فنويت مثلا اني اعمل هذا العمل لله، نويت ان انا ادخل السر على قلب امي وانا بعمل لها شاي مثلا، وهكذا في البداية، ثم بعد ذلك الانسان يعتاد ان شاء الله. مولانا بعد اذنك، الجزئية بتاعت سيدي علي خواص ما فهمتهاش خالص.
اللي هي الجزئية بتاعت وسمعت سيدي علي بن الخواص رضي الله عنه يقول. طيب هو عايز يقول انه كل مأمور من الأوامر الشرعية يوصل العبد إلى الله سواء كان فرد أو مندوب، وكل نهي سواء كان حرام أو مكروه يحجب عن الله سبحانه وتعالى. تمام؟ إيه علاقة ده بالدرس اللي احنا بنقوله؟ إن احنا الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها حاجات مندوبة ليست مفروضة، فهو عايز يقول لك إنه فعلك لهذه المندوبات سيوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، واللي هتذوق منها بخلاف اللي هتذوق من أدائك لصيام رمضان، فهي لها ذوق خاص. تمام. كده بقت واضحة؟ كده واضحة أستاذ عاكشة. تمام. هو يوم الجمعة مش يعتبر زي يوم عيد أسبوعي كده للمسلمين؟ لكن لم ينهى عن صيامه، لا يحرم صيامه وغير مكروه مرضي. لا، يكره إفراده بالصيام، يكره إفراده بالصيام، يكره فقط لكن لا يحرم. إذا صمت الجمعة يبقى يستحب أنك تكون صيام قبل الخميس أو تصوم بعد السبت حتى لا تتريده بالصيام، بس هذا كل ما في الأمر يعني. تمام، جزاكم الله، أكرمكم الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.